هل الوظيفة شكل من أشكال العبودية؟ والسؤال الثاني، هل الأفضل أنه تترك وظيفتك وتروح تستثمر في مشروعك الخاص؟ زي ما احنا عارفين أنه أغلب الوظائف ما بتحقق إلا جزء بسيط من طموح الشخص، خاصة أنه أجر العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة ما بتكفي لتلبية كل رغبات الإنسان في الحياة، ويدوب أصلاً اتأمن له احتياجاته الأساسية. ولكن هل الراتب القليل هو الدافع الوحيد اللي بخلينا نفكر أنه نفتح مشروع؟ طيب ليش كل الناس بتفضل الوظيفة وبتشعر بالخوف من المشاريع الخاصة؟ هاي الأسئلة بدنا نجاوب عليها بالتفصيل في هذا الفيديو. أهلا وسهلا فيكم بقناتنا، لو لسه جديد معنا ما تنساش تعمل سبسكرايب عشان تشوف كل الفيديوهات الجاية. في كتير من الدول نسب الفقر فيها عالية جدا، زي الأوغندا والإكوادور اللي أكثر من ربع سكانها بيعيشوا تحت خط الفقر، وبنفس الوقت هم أكثر الناس اللي بيفتحوا مشاريع جديدة بمعدل أعلى من الدول صاحبة القوة الاقتصادية زي أمريكا. وهذا الكلام مش كلامي، هذا الكلام بحسب المرصد العالمي لريادة الأعمال اللي عمل دراسة استقصائية بين عامين 2000 و2004 فيما يخص بتأسيس الشركات الجديدة في 44 دولة حول العالم. وفي هاي الدراسة اكتشفوا انه نسبة المواطنين في سن العمل اللي بيأسسوا مشاريع جديدة بهاي الدول الفقيرة ضعف النسبة في الدول القوية اقتصاديا زي امريكا. مثلا لو في 100 مشروع جديد بتأسس كل شهر في الولايات المتحدة، حتلاقي في الإكوادور 200 مشروع جديد. في سؤال بيطرح نفسه، ليش الأشخاص في الدول الفقيرة بيفضلوا المشاريع أكثر من الدول الغنية؟ الجواب باختصار إنه بالبلدان اللي فيها نسب فقر عالية وبطالة متفشية بشكل كبير عندهم، بتلاقيهم بيلجأوا للمشاريع الصغيرة اللي بتأمن لهم حياة كريمة، خاصة إنه أجر العامل في هاي الدول جدا قليل وما بيحصل أي امتيازات اللي تخليه مستمر في عمله. ولكن إذا شفنا الدول المتقدمة والغنية بنلاقي العكس تماماً، كون هاي البلدان بتقدم أجر عالي جداً للفرد، فقيمة دخل الفرد السنوي في أمريكا مثلاً من 60,000 دولار ل100,000 دولار، والموظف هناك بيحصل على امتيازات عالية جداً زي الخدمات الصحية المجانية الشاملة. في هيك حالة الشخص بحصل على احتياجاته من راتبه، لهيك هو مش مضطر يستغني عن وظيفته في سبيل مشروع مصيره مجهول. وكمان في شغلة اسمها تكلفة الفرصة البديلة، يعني التضحية بشيء مقابل الحصول على شيء آخر في المستقبل، وانت هان بتضحي براتبك الثابت عشان مشروعك الخاص. مثلا لو كان دخلك السنوي من الوظيفة 7,000 دولار، انت هان تخليت عن هذا المبلغ وحطيت كل جهدك ووقتك في هذا المشروع. طيب نفترض انه دخلك السنوي الوظيفي عالي جدا، في هيك حالة راح تفكر كتير قبل ما تتخلى عنها، لأنه الخسارة راح تكون كتير كبيرة. وكثير أشخاص بسمعوا كلام المشاهير اللي بيقول لك الوظيفة ما بتخلي الإنسان حر، حتى إنه البعض وصفها بأنها شكل من أشكال العبودية. وإنت بتسمع في هيك كلام بتروح تتخلى عن وظيفتك واللي كانت مأمنة إلك جزء كبير من حياتك واحتياجاتك، وبتجري ورا المشروع اللي نسبة فشله زي نسبة نجاحه، وما بتعرف بعدين شو راح يصير معك. وفي كثير من الشباب بعد ما يتخرجوا من الجامعة بيتجهوا مباشرة نحو المشاريع الخاصة، وهذا أكبر خطأ ممكن يرتكبه الشاب في حق نفسه. تعرف ليش؟ لأنه مش مستعدين يسمعوا لأي تعليمات، ولا إنهم يكونوا ملتزمين بعمل لمدة معينة وتحت الضغط. وخلينا هان نكون متفقين إنه في مهارات بنحصل عليها بس من العمل والشغل، أما الجامعات والدراسة ما بتعطينا هاي المهارات اللي بتأهلنا لسوق العمل وتخلينا نحقق نجاح كبير في سوق العمل. تعالوا ناخد بنصيحة الملياردير الشهير جاك ما، اللي أكد على أهمية الوظيفة بعد الجامعة لمدة 3 سنوات على الأقل، ودعا خريجي الجامعات الجدد إنهم يبحثوا على شركة يقدروا يستفيدوا من الشغل فيها ويحصلوا على المهارات اللي بتأهلهم لسوق العمل. طبعاً كلامنا هذا مش دليل إنه المشروع ما بيحقق طموحات الشخص، ولكن لكل شخص ظروفه المختلفة
عن الشخص الآخر. قد يكون المشروع هو الأفضل لشخص ما، وقد تكون الوظيفة هي الأفضل لشخص ثاني يعيش في بيئة مختلفة ومهاراته ضعيفة. ولكن قبل ما نفتح أي مشروع لازم نعرف تماماً إنه كل ما زاد العائد المتوقع راح يزيد مخاطر الاستثمار والخسارة. وهان بنشوف إنه المشروع مخاطره أكثر من الوظيفة، والعائد اللي بتحصل عليه لما ينجح هو عائد عالي جداً، والخسارة كمان بتكون كبيرة في حالة الفشل في المشروع. وهذا على عكس الوظيفة اللي أجرها قليل ومحدود ومخاطرها قليلة، وهي علاقة تبادلية بين المخاطر والعائد. أنت الآن في حيرة وبتسأل نفسك شو الأفضل، وهل المشروع يستحق التضحية بالوظيفة؟ الجواب أكيد لا، والحل الأنسب إلك إنك تبدأ مشروعك الخاص وبنفس الوقت ما تستغني عن وظيفتك عشان ما تخسر كل إشي في حال خسرت هذا المشروع، وتحافظ على دخلك الثابت من الوظيفة حتى لو كنت كاره لوظيفتك. وبهيك حالة أنت بتختبر قدراتك في العمل بمشروعك الخاص بدون ما تشعر بضغط كبير. وفي حال قررت ترك وظيفتك عشان مشروعك الخاص لازم يكون عندك أمان مالي، لأنه ما في مشروع بحقق ربح من تاني يوم، ومن الطبيعي تكون كل بداية صعبة وممكن تستمر معك لمدة سنة بدون ما تحقق أي ربح. لهيك لازم يكون معك فلوس تغطي احتياج أسرتك لمدة سنتين على الأقل، خاصة إنه أغلب المشاريع الجديدة في الوقت الحالي مصيرها الفشل. برضو هذا مش كلامي، هذا الكلام بحسب بيانات إدارة الأعمال الصغيرة الأمريكية اللي قالت إنه 90% من المشاريع الجديدة في عام 2019 فشلت. وكمان ما تكون طماع في كسب المشروع لحالك، وما تبخل في مشاركة شخص تاني في مشروعك عنده دراية وخبرة بالمشاريع وإدارتها أكثر منك، بحيث تكون عندك ثقة فيه وبإدارته الجيدة للمشروع. وفي حال خسر المشروع ما تتحمل الخسارة لحالك، والحكمة بتقول إنك تملك نص المشروع الناجح هو الأفضل بكثير من إنك تملك كل المشروع الفاشل. وإذا نجحت بالمشروع، وإن شاء الله حتنجح، بتكون حققت مصدرين للدخل إلك، وما تستنى الراتب القليل اللي بيجيك كل شهر. احكي لنا في التعليقات، هل جربت قبل هيك بناء مشروعك الخاص؟ واحكي لنا شو المخاطر اللي واجهتك، وما تنسى تستنانا في الحلقة الجاي. إلى اللقاء.